اللي ما عملتش الواجب بتاعها تتفضل تقوم تقف. ايه يا مريم؟ انت ما عملتيش الواجب بتاعك؟ لا ما عملتوش. اقعد؟ لا يعني بس شكلي كده قدام البنات مش حقانيه. طب ما هما كده كده يعني بيقولوا عليكي مش حقانيه يا ميس. هما مين دول اللي بيقولوا؟ يعني البنات في الفصل وكده بيقولوا يعني ان انت بتستقصدي اي بنت ما بتاخدش معاكي درس يعني. طب اقعدي يا مريم اقعدي. لا ما تقعدش. بقول لك يا ميس انا مش هنضرب ماشي؟ لما بشوف كراسه الواجب بتاعت البت مريم بعينيا دول ابقى اعملي اللي انت عايزاه، بس انت شكلك كده ايه بتعملي حوار عشان ما تضربيهاش. لا يا حبيبتي انا ما عنديش خيار وفقوس، مريم ورتني الواجب بتاعها الصبح والله، وبعد كده نزلت الفسحه الشنطه بتاعتها اتسرقت اللي فيها الكشكول. يعني